بري وا جمعه وانا جمعه دي اوغو هريسي او طبان كمالمود بشا ذي الحج اني انا وحان ربا انان صومو او ما انتو خميس تان باللابو اما بري ان ربا انان باللابو ما لنت جمعها ما صومي كرا مسه واكو قصبنا هاي انان افرو ونسبتي باللابو. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ولا لا هيلك درس جانو على دوكات كجوكتان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ما انتو خميس وحائنو بالله باتي طبانكي مال موت اوغو فضل قبضنا ايه سنة كدن كجرتي والنبي صلى الله عليه وسلم يري ما من ايام العمل الصالح فيهن احب الى الله من هذه الايام يعني العشر مجرت مال مو عمل وناكسا لسمي او كخير بضن مال مهان طبانكي ايه او بالله باتي ما انتو خميسه ما دام إساس أخير بدن تحي والنبي صلى الله عليه وسلم كت المامي ما المها أخير بدن عمل سمي إني تحي النبي صلى الله عليه وسلم محاكلو كسقنا تسجال كمال موت إنه صومي كليب كمان تسوقلي كجرت سجال كمال موت إنه صومي أي كجرتو أني جنا وحنا ربي إن النبي كت ضيض الصومه لكن وحا صوقش بريو جمعو دد قار كودا وحي ودهن جمعها مسومي كرتي لي محا سمي ولا ليال سان هوري وشيك النبي صلى الله عليه وسلم وحا كسبنا دي سغال كمال موت انو صومي سغال كمال موت هدو صومي معنى هذا شكل الان وحا صوق لي هل جمعه من لب جمعه كجرتي نبي محمد صلى الله عليه وسلم ما انت جمعه لقاري مدهن جمعه لقاره وافرا مدهن نبي صلى الله عليه وسلم قال انت عرف مهديك سؤاد جمعك سؤاد هل يا لسو من مدهن نبي صلى الله عليه وسلم حديث ونوش يسدح مال موت بلور ان لا يسوم سدح طبعا افر طبعا شنو طبعا جمعه ديك سؤاد يا لسو من مدهن نبي صلى الله عليه وسلم حديث قال وحو نوش يصومك او فضل بدنا انه يصومك نبي الله داود كان يصوم يوما ويفطر يوما مالن وصوم يجري مالن وافجر معنى هذا وحاوى اي قف وعقل له معنى هذا وحاوى جمعه اني كسؤاديسو انت احاديث امك اللي اسكدره وحن كفى ايدي سنين جمعها الا صومي كرو بنانت حي او لا صومي كرو انت سن كفى ايدي سنين احاديث قصو ارورت صومك ان لرسومي كريم ما انت جمعها رب ان كو شيغ نهى النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم وحو نهي وحو ديده وحو ريبي جمعه كلغت ان لا صومه سبب لا ان اه الا ان يكون يوما قبله او يوما بعده حديث كان النبي صلى الله عليه وسلم وحوليه حديث كان النبي صلى الله عليه وسلم وحوليه لا تحضنوا ليلة الجمعة بقيام من الليل هبينك الجمعة هكو خاسية لنا قيام كلية ما لنت الجمعة هنا هكو خاسية لنا صوم إلا في حديث غير تزدنب إلا إنو يهي صون آت سومي جرتين صون صدح مالموضة سومي جرتين كسو آدي سقال كمالموضة آرتيني صون تدي كسو آدي ما انت عاشوري كسو ادي لحظه مع المودي كسو ادي صون صوب لي كسو ادي وبنان تحي بل حديث كسي صحيح سنه كوشيغا نبي صلى الله عليه وسلم حاس كيس جويري واركي او صونتي مالين جمع مركز وير شلي ما صونتي ميا بري ما سو ميسا ميا اسك افر ورا مركز وحل ديده مركز صون كل يس مالين جمع او صوب لان امر ولا هلا المرخير الله يدين سي قفكي ربا انو صوم صون بلاو ما انت الجمعه دارت بالله هذا ما انت بالله ذي وات هذا الجمعه رتنا بالله ذي بالله المهم صونك الجمعه لذيذه وصونك سبب لا انت ايه حتى وحا املينا وافهمت ما انت الجمعه ان لا صومك راح دي سبب لهذا صونك كلي لذيذه ما انت الجمعه وكلت وسو حواقه اي بري ما انت الجمعه وصوم بس ما حق اسوم مش انا صوم مره ما اساس مو شقي زي اللي مركه سنين خميس وكلا صوم وصوم عليه لكن الجمعه كلي صوم مسميك تاسو كلواتن لذيذه لكن صون كانوا قالوا له أقول يا خير الله كوسيو وحبيا لقول ولينين وحاس لك هوديين حديث رن أنكو شيء نبي كسكناتي مركا إن شاء الله تعالى حتى شرب بالله ودينا وهذا صون كاجا هدارتنا بري بالله ودينا وهذا صون كاجا هدا ما أنت بالله ودينا سوى تو وهذا صون كاجا المهم جمعها وصون مكتا هدا ما نكور مرسيني سيد أم مالك النبيني سيد إلى سبحانه وتعالى وحويدينا طبعا كانت كفاية ديست الله نقدر أمين جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم أعمال بدن عن أشياءني كليب كمان سوق لي فير أعمال بدن الله سمي خير الله يدين سي إلى درس سنين جعل فضلا كفاية ديست ولا الله كان وجود بي أكتر ذي استاين بخيل هنقول محلقة بدن أبعين كليب كاني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.